متابعينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. إليكم هذا التحديث الهام بشأن الأحوال الجوية وحالة الاستقرار الجوي تؤثر على الأردن حاليا. آخر ونبدأها طبعا بصور الأقمار الصناعية. آخر صور الأقمار الصناعية أشارت إلى وجود كميات كبيرة من السحب التي عبرت سماء المملكة صبيحة هذا اليوم وجلبت بعض الأمطار الجيدة الرعدية فوق المناطق الجنوبية ثم امتدت إلى المناطق الوسطى والشمالية من المملكة. لكن هذا التحديث نتحدث عنه بسبب وجود كتلة كبيرة من السحب والغيوم. هذه الكتلة الكبيرة من السحب والغيوم متواجدة فوق المناطق تقريبا الشمالية لشبه جزيرة سيناء وأيضا المناطق المحايدة للأراضي الفلسطينية وقطاع غزة. هذه السحب والغيوم هي سحب رعدية كثيفة وممطرة، من المتوقع أن تتحرك تدريجيا باتجاه الشرق والشمال الشرقي خلال الساعات القادمة بمشيئة الله تعالى، وبالتالي قد تجلب كميات كبيرة من الأمطار لمناطق مثل وادي عربة والمناطق الجنوبية مثل أجزاء من الكرك والطفيلة وأيضا المناطق الجنوبية من المملكة. دعونا نرى سوية خرائط المحاكاة الحاسوبية كيف تستشعر هذه الكتلة من السحب والغيوم عبر نماذج التنبؤات الجوية العددية. إذن مكان هذه السحاب الرعدية كما نلاحظ فالمناطق المحاذية لمنطقة قطاع غزة، هذه الأوضاع الحالية الآن، من المتوقع بمشيئة الله تعالى خلال الساعة والساعتين القادمتين أن تتحرك هذه السحابة الرعدية باتجاه أواسط المناطق الضفة الغربية، تحديدا في المناطق التي تكون ما بين منطقة قطاع غزة أي شمال منطقة النقب وباتجاه منطقة الخليل. وهذه السحب أو هذه السحابة الرعدية الكثيفة تستشعر هذه النماذج دخولها إلى مناطق البحر الميت، غور الصافي والمناطق الجنوبية من المملكة، وبالتالي في هذه المناطق في ساعات ما بعد الظهر أي بعد صلاة الجمعة اليوم من المتوقع أن تتعرض هذه المناطق لنشاط رعدي ممطر كثيف، وهو هام جدا الانتباه منه. وكما نلاحظ أن هذه السحب تتحرك لاحقا إلى كل من الكرك والطفيلة. أثناء دخول هذه السحب باتجاه المملكة ينشط أيضا نشاط رعدي وتنشط السحب الرعدية في مناطق أخرى مختلفة من المملكة كما نلاحظ. إذن كما نلاحظ مكان السحاب الرعدية متواجد في أواسط الأراضي الفلسطينية، تحرك تدريجيا باتجاه جنوب البحر الميت، منطقة غور الصافي، مناطق الكرك والطفيلة. وفي ذات السياق عندما تعبر هذه السحب داخلا تنشط السحب الرعدية في مناطق مختلفة من المملكة. تقريبا كما تلاحظون هذا عند الساعة تقريبا ثانية من بعد ظهر هذا اليوم بمشيئة الله تعالى. دخول هذه السحب لهذه المناطق بما فيها منطقة وادي عربة نوعا ما يعتبر أمر يجذر الانتباه له بشكل كبير، نظرا لأن هذه السحب ستكون بمشيئة الله قادرة على إنزال كميات كبيرة من الأمطار في أوقات قصيرة، وبالتالي جريان الأودية وتشكل السيول التي تكون قوية أحيانا خاصة في تلك المناطق بمشيئة الله تعالى. طبعا خلال ساعات عصر ومساء هذا اليوم تستمر الأمطار الرعدية الغزيرة بالهطول في مناطق داخل المملكة، مناطق أكثر داخلية قد تصل إلى مناطق الطريق الصحراوي، مع بقاء النشاط الرعدي بوجه عام في مناطق مختلفة من المملكة بمشيئة الله تعالى خلال ساعات ما بعد ظهر هذا اليوم. إذن المملكة تتأثر بحالة من عدم الاستقرار الجوي، هناك رصد لسحب رعدية كثيفة تدخل إلى سماء المملكة خلال الساعات القليلة القادمة سيما في مناطق البحر الميت والأغوار الجنوبية، بالإضافة إلى مناطق مثل الكرك والطفيلة. وبان دخول هذه السحب باتجاه المنطقة يزداد النشاط الرعدي في مناطق مختلفة. هدف هذا التحديث هو ندعوكم إلى الابتعاد عن مناطق الأودية ومناطق السيول والابتعاد عن هذه المناطق المنخفضة، عدم المغامرة بالرحلات في أي منطقة في الأردن اليوم نتيجة هذه الأحوال الجوية المستقرة. أتمنى لكم نهار سعيد وجمعة مباركة أينما كنتم. إلى اللقاء.